Música اهلا بيكم حلقه جديده من هاني مريان في بلاد الامريكان وحشتوني كتير و يعني بتاسف لكم منكم ان انا بطول الغيبه عنكم آه معلش سامحوني علشان بس بادي شغل جديد مع كاسكو يعني كاسكو والشغل الجديد الاثنين يعني مع بعض عشان كده ما بيبقاش عندي وقت أه بس نظرا لناس ناس طلبت مني او سالتني عن البي بي بي انا ان شاء الله باذن ربنا هحاول بقدر امكاني ان اعمل لهم اعمل الموضوع ده على حلقتين او ثلاثه حلقة اللي هو النهاردة معلومات عامة او معلومة سريعة عن البروجرام نفسه وحاجات مهمة لازم لازم تخلوا بالكم منها وفي الحلقة التانية ان شاء الله هنحاول ندخل على بنك من البنوك ونعمل ابلكيشن مع بعض والحلقة التالتة هتبقى عن عن يمكن يمكن اكترها اللي هي ايه questions and answers او اللي هو الاسئلة والاجوبة على قد ما اقدر ان شاء الله هحاول اوصل لكل المعلومات هعمل مقدمة معلش المقدمة دي هتبقى بتاعت مثلا دقيقة أو دقيقة ونص حاولوا تتقدموا أنا هحاول أعمل لكم اللي هو التايمينج ال بتاع ال ال الفيديو من تحت بحيث إنك سكيب المقدمة وممكن تدخل على طول على البي بي بي معلومة بسيطة أنا في سلسلة حلقات عايز أعملها اللي هو طبعا مريان بدأتها بموضوع البيت موضوع شراء البيت وفكرة شراء البيت هي بدات الفكره الرئيسيه الايديا الرئيسيه انا عايز افصل بعد كده الخطوات من اول ما مثلا قالت اللي هنا وما تعملوش هنا واعملوه هنا للون والابلاي على اللون او ابلاي على القرض ومع كده المشاكل اللي حصلت في القرض نفسه او مش مشاكل اكتر ما هي requirements والحاجات اللي حصلت والحاجات زي دي وبعد كده اختيار البيت والحاجات دي كلها ان شاء الله هتبقى سلسله حلقات دي سلسله حلقات اللي هي كيفيه شراء البيت او اللي احنا واجهناه في شير البيت وده تجربة عن تجربة شخصية ان شاء الله تساعد ناس كتيرة مع اختلاف طبعا الولاية مع اختلاف الوضع مع, مع اختلاف كل حاجة اه تالت حاجة او تالت سلسلة عايز اعملها اه اه لو احنا او اجازة او أكشن ممكن تكون تاني سلسلة عايز اعملها اللي هو اه اختار صح اختار صح ده هتبقى سلسلة حاجات معينة عن الحقيقه هنا في امريكا من اول ما بتيجي لاختياراتك في في اوضاع كتيره في حاجات كتيره هتبقى شورت قوي وهتبقى مثلا مثلا حلقه مدتها خمس دقائق او اقل هتبقى كل حلقه من الحلقات دي يا رب السلسله دي توصل بنفس الفكره او نفس التصور اللي انا شايفه في خيالي ليكم وان شاء الله تبقى سلسله حاجات ان شاء الله تستفادوا منها اخيرا ايديا كلها او الفكره كلها بتاعت اليوتيوب بتاعتنا انها خدميه اكتر ما تكون اي حاجه تانيه حتى صدقوني انا ممكن اوريكم الانكم بتاعي من اليوتيوب يعني ما يتعداش 200 300 دولار في الشهر مش علشان حاجه بس عشان بس اثبت لكم ان الموضوع اليوتيوب مش عمليه ربحيه اكتر هي عمليه خدميه عليم ربنا يعني لا اكتر ولا اقل فكل كل ناس كتيره بتبعت تنتقد او اي حاجه على راسي من فوق والناس كل الناس انا بحاول يعني بس اوضح لكم ان هي العمليه كلها عمليه خدميه لا اكثر ولا اقل ومنهم ضمنهم الحلقه دي فيا ريت تركزوا معايا لو حد عنده اسئله يحاول يسيبها لي انا عارف ان انا متاخر شويه في الرد على الاسئله بس على قد ما بقدر بحاول اجاوب وعلى قد ما اقدر ببعت للناس في ناس بتبعت لي على الخاص بتاعي على الفيسبوك وفي ناس بتبعت لي على انا عارف على صفحه هانم مريان ما دخلتهاش ليه ان شاء الله هحاول ادخل واجاوب على كل الاسئله اللي فيها احنا رغينا كتير معلش المقدمه كانت طويله شويه بس كان مول... آه لازم ان انا اطلع بيها وبعد كده تعال ندخل على البرنامج نفسه البي بي بي او البي تشيك بروتكشن بروجرام البرنامج ده معمول من الكيرز اكت ال من ايام الكيرز اكت ال ففي بي 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 1 وفي بي 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 2 الناس اللي اخذت البي بي بي 1 أه أه ليها الحق انها تعمل البي بي بي 2 هنعرف الريكويرمنت بتاعتها والناس اللي ما عملتش البي بي 1 ما تقدرش تعمل البي بي 2 غير لما تعمل البي بي البي بي بي 1 او البيت تشيك بروتكشن بروجرام السيلف امبلوي والناس اللي هم معاهم السايد وركر يعني مثلا زي الاوبر وليفت والحاجات دي او امازون, أمازون او ما شابه ذلك او معاك صالون هير صالون مثلا او اي حاجه بتدي لك 1099 معنى صح اي حاجه فيها 1099 يو كان ابلاي يعني يعني دي حاجه من الحاجات اللي هي لازم تعرفها بيسكلي لازم تعرفها حاجه تاني حاجه كل ال كل ال 1099 او كل البنك هيسالك على ال 1099 بتاعه 2019 بمعنى ان البيزنس ده لازم يبقى اكزيست من 2019 يعني لو جه مثلا آه جيت انت قلت لي البيزنس بتاعي ده او انا بشتغل في اوبر من 2020 لا ما ينفعش ما ينفعش تابلاي عليه عشان محدش حدش يسالني يقول لي لا ده البيزنس بتاعي من 2020 او انا بدات اعمل اوبر او ليفت او آه دور داش او انستكار آه آه او اي حاجه تانية من الحاجات اللي هي شبه ذلك ما ينفعش لازم الديدلاين بتاعك آه آه فبراير 2020 يعني لو انت مثلا قولي عملت جانوري مثلا 2020 اه ممكن ممكن بس ايه هتبقى اللي انت عملته في 2020 هتحس ازاي هقول لكم هتحس مش هتبقى ورث انك انت تابلاي عليها مش هتبقى آه يعني مش هتجيب همها معنى صح فدي حاجه من, حاجة من دي تاني حاجه من الحاجات اللي لازم تعرفها بي 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 1 آه ما بيتطلبش منك انك انت تابروف ان عندك آه آه يعني عندك مثلا ريديوس للانكم بتاعك او معنى اصح في تقليل في الدخل بتاعك من 2019 او الكورتر بتاعك ده هيبقى على البي بي 2 وده هنجيله فالبي بي 1 بتعتمد زي ما قلت على 2019 او ال 1099 بتاعتك في 2019 او الكسكاجوال سي بتاعك بتاع 2019 اللي هو بتاع الضرايب دول هم هم اكتر حاجتين لو انت self-employed او مثلا حاجه زي كده يعني اوبر وليفت وحاجات زي كده لو انت عندك بيزنس بتشوف كل حاجه يعني كل حاجه لاصحاب البيزنس مثلا انك انت ممكن تسجل لو عندك مشكله في دفع الرواتب في ايجار المكان في دفع فوائد البنك لو انت عندك لو انت واخد مش مشتري المكان ده شراء مش مش رنت لو عندك كمان رنت او في حتى عندك مشكله في, في انك انت تدفع او اللي هي اللي هي المرافق المكان اللي هو الكهرباء والغاز والماء فده للناس اللي معاهم بيزنس فدي من ضمن الحاجات اللي برده انك انت ممكن انت بس برده كل كل العمليه كلها بيزد على انك انت البيزنس ده بيكون موجود من قبل فبراير 2020 من قبل فبراير 2020 اي حاجه بعد كده ما تقدرش تساين ت... على او تابلاي على البروجرام ده فكله لازم ياخد باله الموضوع ده تعالى ندخل بعد كده على حاجتين في البروجرام ده في اول حاجه اللي هي السماح او اللي هو الفورجيفنس السماح بمعنى كده أنت ما تدفعش باك او ما تدفعش الفلوس دي تاني للبنك اللي انت خدته منه بتبقى فورجيفنس ليها رولز معينه ليها متطلبات معينه لازم تمشي عليها او لازم تعرفها عشان تحصل يحصل للون بتاعك فورجيفنس او يحصل له انك انت سماح وما يسمحش لك او ما تدفعهوش باك آه ايه هو الحاجات دي اول حاجة الفلوس دي ما بتدفعلكش آه مرة واحدة بتدفعلك على اقساط فلازم انت تحدد المدة اللي انت عايز الفلوس دي تدفعلك من 8 ل 24 شهر من 8 اسابيع انا اسف ل 24 اسبوع من 8 اسابيع ل 24 اسبوع فانت لازم تحدد المده دي هل انت عايزهم في 8 اسابيع ولا عايزهم في 24 اسبوع والنصيحه مني انا لو انت ده اول اول البي بي بي ليك هو الاولاني حدد الثمان اسابيع بمعنى بحيث انك انت تسمح لك انك انت تابلاي على البي بي بي 2 بعد ما تبقى ابلاي على البي بي بي 1 لإنك انت ما تقدرش تأبلاي على الثاني غير لما ايه الفلوس كلها تتصرف لك بتاع الأولاني، which is, اه اللي هي الثمان أسابيع، بعد الثمان أسابيع في ريكوايرمنتس أو في متطلبات تانية هيطلبوها منك لما تيجي تعمل أبلاي على البي بي بي 2، وده اللي هنعرفه بعد كده. لو انت معاك بزنس اه, أو حتى سيرف مثلا لسه برضه سيرف امبوي لازم تحافظ على مستوى العمالة أو بمعنى صح إنك انت مثلا بتخلي نفس كمية العمالة عندك بحيث إن ده ما ي... يعني أنت بتدفع نفسك عامة فانت انت بتحاول تثبت نصيحة مني يعني عشان تثبت الموضوع ده انك انت لسه بتدفع لنفسك حاول تعمل اكونت منفصل عن الاكونت بتاع البنك بتاعك يعني حساب بنك كده لوحده للبزنس بيدخل له البزنس بيدخل الفلوس دي للبزنس وانت بتستقطع منه لنفسك وهكذا. آه كنت توري انك انت لسه بتبقى فيه انت بتدفع البيتشيك بتاع نفسك من البيزنس ده من دخل البزنس ده فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي هي requirement، مش ريكويرمنت بس هي ريكومندد يعني لازم نصيحه منك تعملها يعني فانك عايز تحافظ على مستوى العماله عشان يبقى البنك يثبت انك يدي لك ان لما تيجي تعمل ابلكيشن تاني للسماح انك انت تاخد الفلوس دي كسماح يعني بتعمل بتابلاي انك بتثبت انك انت ايه لسه محتفظ على مستوى العماله عندك حتى لو انت شخص واحد بس في البيزنس ده فانت بتثبت له انك انت لسه بتاخد من البيزنس او من الفلوس اللي انت واخدها من البنك ك يعني دفع ليك انت لان 60% لازم 60% من الفلوس اللي بتدفع لك من البنك دي لازم تروح للبيتشيك فانت نفسك لنفسك بتبقى بيت تشيك لنفسك فانت ايه بتتحسب ده من ضمن 60% زي ما قلت برضو لو انت معاك بزنس بعيد عن اللي هو سايد هاسلز او اللي هم مثلا ان هم اندبند كونتراكتور لو انت معاك بزنس لازم في 60% زي ما قلت بتدفع للبيت تشيك او للمصاريف العمال اللي عندك والبيت تشيك اللي عندك و40% بتدفع للوتيليتيز ومثلا الايجار بتاع البيزنس او حتى المورجج بتاع البيزنس او اي حاجه ما شابه ذلك كله في البيزنس 40% لازم تثبته حتى انت لو انت مثلا سايد كونتراكتور بتبقى مثلا معاك اللي هي فلوس البنزين فلوس بتاع لازم تثبت انك انت بتدفع كل الفلوس دي من 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 الفلوس اللي هي واخدها من البي بي بي, بي. ده ده تقريبا كل اللي هو لما ده اللي هو مطلوب منك انك انت يعني انت يحصل فورجيفنس للبيتشيك بتاع او انا اسف للسلفيه بتاعتك او اللون بتاعك طبعا علشان المشكله اللي حصلت في البي بي 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 1 البي تشيك بروتكشن بروجرام 1 اه كان حصل ان في بعض الشركات الكبيره دخلت واخدت الفلوس دي فهم عاملين تحددوا ان هم 60 يعني ما يكونش عندك اعمال اكتر من 300 شخص يعني برضو كبير برضو يعني في بزنس في بعض البزنس ما عندهاش اكتر من 300 شخص او عنديها حتى بيبقى بيزنس كبير برده ما عندهاش اكتر من 300 شخص فانت بتثبت لهم انك انت ما عندكش اكتر من 300 شخص كبيزنس بزنس كمان لازم توضح ان هو مثلا في, الـ في الـ لما تيجي تابلاي على الثاني لازم تثبت انك انت دفعت كل الفلوس بتاعت الاولاني في البزنس سواء صرفت لنفسك او بيت شيك لنفسك او عملته مثلا الغاز البنزين لو انت اوبر او ليفت او انت صرفت على توليتيز او على البزنس نفسه بتاعك فده لما تيجي تعمل ابلاي على التاني ما تقدرش تعمل ابلاي على التاني لو انت ما عملتش على الاولاني تعمل ابلاي على الاولاني بعد ما بتتصرف لك الفلوس بعد انت بعد المده اللي بتحددها للبنك من 8 اسابيع ل 24 اسبوع بتحدد الصرف ليك فانا نصيحه انك انت تعملها في 8 اسابيع علشان بحيث انك انت تلحق تعمل ابلاي على اللون الثاني واللون الثاني لما تيجي تعمل ابلاي عليه لازم توريله ان في في عندك عجز او مش عجز عندك ريدوس للربح بتاعك او اللي هو تقليل في الربح بتاعك من الكورتر بتاع 2019 للكورتر بتاع 2020 بمعنى لسه ان احنا مثلا خدنا شهر مثلا لسه شهر 9 في 2019 شهر 9 في 2019 عملت 2000 دولار جيت في شهر بتقارنه بشهر 9 في 2020 لقيت نفسك عملت اقل فلوس من يعني انت بتختار الشهر اللي انت عملت فيه اقل عشان مقارنه ب 2019 هم مش مطلوب منك اكتر منك انت ان فيه quarter من انك انت توضح ان في كوارتر من الكوارترات وهما الكوارتر بيبقى ايه يعني بتقسم كل بتبقى الشركات الكبيره او الشركات الكبرى عندها بيريدز بتبقى بتبقى كوارتر كل ثلاث شهور لكن انت كل تثبت له لو انت مثلا اوبر وليفت او ما شابه ذلك انت بتدي مثلا تقول الشهر شهر تسعة مثلا او شهر ثمانية او شهر سبعة السنة اللي فاتت عملت اكتر من شهر تسعة او شهر ثمانية يعني تقارن الشهرين ببعض وبقى على الاقل على الاقل بتبقى 25% اقل من اللي عملته السنه اللي فاتت يعني مثلا لو عملت 1000 دولار في 2019 في شهر معين في 2019 وعملت 750 دولار في نفس الشهر في 2020 فانت كده 25% فانت هتابلاي على السكن بي 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 فدي من ضمن الحاجات اللي انت تاخد بالك فيها لما تيجي تعمل ابلاي على بي 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 2. احنا هن ابلاي فين بن ابلاي في اي بنك او فيدرال بنك بي اولاود في ناس في حاجات كتيره على في ويب سايتس كتيره او بنوك معينه على الويب سايت في حاجه اسمها بلو فين بلو فين ده برضو من ضمن البنوك مثال اللي هو ال... باي بال بيعمل هحاول ان شاء الله هحاول نعمل حلقه مع بعض انا لسه ما دخلتش وعملت ابلاي انا انا طبعا ام نوت جن بي كواليفاي لان ما عنديش بزنس في 2019 بس انا هندخل كاركاتيري كده واوريكم زي ما عملت في الفاكرين في الاي اي زمان يعني كنت عملت حلقه وعملت ازاي ابلكيشن من خطوه بخطوه ان شاء الله هعمل على البي بي ابلاي ازاي على حن نستخدم البلوفن وده من ضمن البنوك اللي هو اسمه بلوفن آه بي خفيفه بي ال يو اي -E في اي ان اي -E. آه لو انتوا حبيتوا تابلاي من قبل ما تستنوا الحلقه بتاعتي ممكن تدخلوا وتشوفوا آه ال requirements وزي ما قلت لكم كل ال requirements او اغلب ال requirements بتبقى 1099 آه Schedule C لو انت عندك آه عملت الضرب بتاعت 2019 schedule سي بتاعت 2019 آه بعد كده البي بي بي 2 لو انت عملت لازم توري لهم انك انت صرفت كل الفلوس بتاعه البي بي 1 اللي اخذتها اول مره في البيزنس زائد انك انت بتوريهم لهم ريديوس اه للبرايس بتاعتك او ريديوس ام سوري للربح بتاعك من من 2000 مقارنه من 2019 ل 2020 على الاقل 25% اقل وبتختار كورتر وبتختار شهر من الشهور عشان توري لهم ان اه في عندك ريديوس او عندك اه اه في فلوس قلت يعني اخر حاجة ال ال الفلوس بيتحسب لك ازاي او بيتحسب لك انك انت تطلب كام يعني لسه مثلا 2019 1099 بتاعك بتوري لك انك انت عملت مثلاً مثلا ألف احنا بنقول مثلا هحاول اصور لكم الحسبة دي وتبقى قدامكم عشان تفهموها معايا هما بيحسبوها ازاي هما بيحسبوها بتاخد مثلا لسه انك انت عملت آه ألف السنة اللي فاتت آه 35,000 بتتقسم على 12 آه وبت... مش السنة اللي فاتت اقصد 2019 على فكرة آه بتقسمها على 12 بتبقى 2900 آه 2916 مثلا بيضربوها في اتنين ونص بتبقى 2919 يعني 3000 دولار فده المسموح لك أنا بقول مثلا على الناس اللي هو عندهم مثلا عاملين 30,000 آه وهكذا على أو 35000 اللي لو عملت أكتر بتحسب نفس الحسبة لو عملت مثلا 70 ألف تعمل 70 ألف بتتحسب ازاي؟ 70 ألف على 12 اللي هو 12 شهر بتساوي 5800 بتتضرب في 2.5 ونص لك 14500 لغاية 100 ألف يعني هما المسموح متهيألي 100 ألف 100 ألف لو انت عملت 100 ألف بتقسم بتضرب او ام سوري يعني بتقسم على آه اتناشر شهر وبتضرب في اتنين ونص هي ممكن توصل لغايه عشرين الف تمنميه و33 ده اللي ممكن الحد الاقصى انك انت ممكن تاخد ده سماح ليك او لون ليك من البنك فده نخلي بالنا منه فهو حي مش اي ارقام هنحطها الارقام هتبقى بناء على ال 1099 بتاعت 2019 او سكادول سي بتاعت 2019 وان شاء الله خير ان شاء الله تبقى يعني مفيده يعني الحلقه دي مفيده لناس كثيره وان شاء الله تحاول ابلاي عليها انا مستعد لاسئلتكم حاولوا تبعتوها وان شاء الله زي ما قلت هنعمل حلقتين كمان على البي بي ان احنا نابلاي عليه نعمل حلقه على ازاي نابلاي وندخل على البلو فين ونابلاي مع بعض وحلقه ان شاء الله هتبقى كويشنز وانسر او اسئله واجوبه بقدر امكاني على قد ما اقدر اعرف الاجوبه بتاعتها هحاول اجاوبكم عليها ده كان كل اللي عندي النهارده استنونا في حلقات تانيه جايه كتير باذن ربنا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، لايك لو شايف ان الحلقه مفيده ليك وسبسكرايب للقناه عشان تجيلك كل الحلقات اللي ان شاء الله احنا ناويين نعملها وشير الحلقه ولو لقيتها مفيده وممكن تفيد غيرك، دمتم في صحه وسعاده وسلام وامان ومن هنا اقول لكم سلام.